الجهاز على الراس والحماية اللي عاوط ليه؟ يا كايكورونا يا ناس حماتي. أبني أنت سوزة معك الكهرباء؟ كنت بدي أغسل إيدي فتحت الحنفية والكهربت. يوه سوزة بالكهرباء والحنفية بن عمي. هي أنا أظل سوزة الكهرباء والحنفية. وليش عملتي هيك؟ كنت بدي أكهرب حماتنا وصلت براس دوزنا. يخرب ديارك، لك بدك تكهربيني يا مغضوبة؟ ايه عمادي بدي اكهربك حتى تتعلمي ترقصي. حبيبتي مروة، قال لي أبوكي إنك وردتي ملايين كتير كتير من خالك. إيه بعرف. يعني هالكلام صحيح؟ إيه ما بكذبوا. إيه حلو، طيب ما فكرتي شو راح تعملي بكل هالمصاري؟ بدي أزيري شوكولاتة. غير شوكولاتة؟ كمان بدي أزيري شوكولاتة. لك فهمت، غير شوكولاتة؟ بدي أصيري بس صوت كتير كتير هذا الدحس هذاك حماتي. طيب شو رأيك تعطيني كم مليون لألي وأنا بشتري لك سكريات ومصاصات كتير؟ ما بدي انت جبي ما بحبك. لمين معي؟ معك أبو أنس تاجر العقارات. شو بدك أخي؟ أنا رح أبني مجمع سكني كبير. ابي أنا يعني أنا شو عامل لك؟ أنا اشتريت كل الحارة اللي أنتو ساكنين فيها، بقي بس أنتو. وشو المطلوب مننا؟ بدي أشتري بيتكن، يعني الأمر واضح. لا ما راح نبيع، هذا بيتنا ونحن حرين. مو بكيفكن، أنا ما بعطل مشروعي كرمالكن. أبدي، أعطيني لي رازي الشوكولاتة. اسمعي شوي، اسمعي يا أستاذ، بيتنا مو للبيع، فهمت؟ بدكن تبيعوني البيت وبصر ماي وقال رح تشوفوا شي ما صار. يعني عم تهددنا؟ ايه عم هددكن ويا ويلكم مني. روح يقطع عمرك. عمتي مين هذا دوزك؟ لك دوزي ميت. لك ليه عم تحكي وهذا غريب؟ فو عليكي. لك هذا تاجر بناء قال بده يشتري بيتنا بالغصب. هو قلب الغصب؟ ايه. الو معكن 24 ساعة ورح توافقوا على بيع البيت الي وقال رح تفقدي ابنك احمد. شو؟ بدك تأذي ابني احمد؟ وعليكم رحمة الله وسلاماته. ولك انت بدك دوزي دوزي ولك؟ ومين انت التانية؟ بدي عزيزة ما وافقتوا عبيع البيت. هلا شو رح يصير فيك يا ناس وعليك ورحمة الله وسلاماته. لك ليش عصبتيني؟ لك الله يمكن يجي احمد. هلا بسوي شو رح اعمل فيه؟ بدي افنسه. معلم خير ايش في؟ تليفون. لك يا حيوان مو حكيت لكل حدا يزعجني يوم بكون عم بسبح؟ معلم اي مروش دقيت. مروش؟ خلص روح. مرحبا وعليكم ورحمة الله وسلامته، كيفك ابو الليل؟ اهلين مروة، وين الغيبة؟ والله كنت مسافرة على الطفول.
لا مروة، مو انتي باسطنبول؟ لا لا لا، انا بتركيا. حسبي الله ونعم الوكيل. لك ليش اسطنبول مو بتركيا مروة؟ مين هذا مروة؟ خلاصي انتي، هذا رفيقي رئيس عصابة الكف الاسود. يخرب دياري، رئيس عصابة ورفيقك؟ هيفي ابو الليل في واحد من دوازي دوزي. لك ليش لقيتي حدا يتجوزك مروش؟ ايه دبزني تيم حسن. يقطع عمرك، ابني احلى منه. عن جد؟ ايه صلح ادم حمادي اذا عم بكذب. خلص صدقتك. طيب قليلي، مين اللي بدي ازي جوزك؟ واحد رجال عنده تليفون وكان عم يحكي مع حمادي. يا سلام عليك، ايه عرفته؟ ايه هلا هو فنسو. مروة لا تجدبي علي، في مليار رجال عندهم تليفونات، انا كيف بدي اعرفه؟ ايه صح، خذ حماتي، هي بتعرفه، يمكن جوزه. يخرب ديارك، برو نعملتي جوزي؟ حماتي هاكي برايز العصابة، بس بلعز بيها، بعدين بيوتلك. ما بدي، انا بخاف احكي مع صرتي، بدك ياني احكي مع رئيس عصابة؟ أبو الليل تقعد تقول عمادي عم سبك. خلص بحكي معه، الله يغضك. الله ياخذني على الزني ويدي ياخذك على النار. ألو أستاذ رئيس العصابة، أنا حماتي لمروة. أهلين حجة، قوليلي مين اللي بدي أذي ابنك؟ قوليلي حتى أجيب لك أجله. اللي هو تاجر بناء واسمه ابو انس. ابو انس؟ ابو انس تاجر البناء، عرفته. خلاص الموضوع عندي. يعني بدك تسد له اذنه ما هيك؟ انا ابو الليل رئيس عصابه الكف الاسود، ما بشد الاذن، ولا اقول لك ما بحب شد الاذن بالاساس، بحب اقطعه من شرشه. تقطع من شرشه؟ انا كرمال مروه بفرمه كباب. خلاص ما عليكي، سكري انت وانا اللي بتصرف. ما زي استاذ رئيس العصابه، الله معك. يلا الله معك. لكن انت منين بتعرفي لهيك؟ عرفي يا ظلمي. بس يمكن دوزك احمد ما يرضى يكون عندك رفيق رزال. ماشي، انا بدي اقول لابو الليل انه جوزي ما بيرضى. لا عم بمزح، يعني ليش ما يرضى؟ بالعكس الصداقه حلوه. والله ولك ابو الوفا. عمرك معلم؟ ليك يا ابني، هاي مروة صديقتي وغالي علي كثير، لازم ساعدها. انت بس امرني معلم وعيب الشغل علي معلم. بتروح بتشحط لي ابو انس من شواربه وبتجي. عمرك معلم؟ يلا. كيف صرت ابن عمي؟ الحمد لله احسن. ايه الحمد لله. الله مرتعمي حكت لي عن المشكله مع تاجر البناء. مشكله شو؟ حكى مع مرتعمي وقال له بده يشتري بيتنا بالغصب لانه اشترى كل المنطقه. وليش اشترى كل المنطقه؟ قال بده يبني مجمعه سكنيه جديده. وامي شو قالت له؟ قالت له ما بدنا نبيع، بس هو هددها يأذيك. شو؟ وليش يأذيني؟ حتى يجبرنا نبيع البيت. من الظاهر هالزلمة متعوم يا ابن عمي. شو رح نعمل؟ يمكن ضرتي مروة رح تحلها. مروة رح تحلها؟ كيف؟ حكت مع رئيس عصابة الكف الأسود، طلبت منه يساعدنا. وشو عرفه برئيس العصابة؟ قالت رفيقة. رفيقة؟ هذا عم أبو الليل. لك مين تلك ابني؟ أنا أبو أنس أبو الليل. ابو انس؟ لك حيوان، مين هذا ابو انس؟ معلم هذا ابو انس، مو انت قلت لنا تجيبه؟ ابو انس تاجر عقارات. مش انا قلت لك انه بدي بيت او بدي اشتري بيت؟ مو مشان مروش معلم؟ بقول لك انا عن المزاج على ابو المزاج. لا انا عندي لعلك.
وعليكم ورحمه الله وسلامته. مروش ليك ابو انس بدي اعتذر منكم. مرحبا ابو انس وعليكم ورحمه الله وسلامته. يلا اعتذروا لك. يلا انا اسف وراح الغي المشروع كله كرمال ابو الليل. ايوه احسنت لانه اللي بدعس على طرفنا نحن بندعس على راسه. امرك ابو الليل. يعطيك العافيه يا ابو الليل انا بحبك. ولا يهمك مروش، انت بس حدا يعصبك قليلي لاحسب الله ما خلقه. يلعن المزاج على ابو المزاج. سمعتي بس عصبتيني بدي اقول له رفيق ابو الليل يقتلك. لا لا خلاص انا بحبك ومستحيل اعصبك. الله يلا رفيق ابو الليل وعليكم رحمه الله وسلامته. الله معك مروش سلامه. خذ لي هالحيوان من هون. شفتي يا دبي سحلت البسكلي. سيبان ستاي شايفتك عم ترقصي بس ليش؟ عم برقص عرس البيت مكتوب لما رحت العرسة لاني ما رقصت. ايوه يعني ما رقصت بعرسة والله عم ترقصي؟ ايه هيك انا بحب البيت مكتوب. ما شاء الله عليكي بتحبي كل الناس. ايه انا بحب كل الناس بس هاني ما بحبك. لا لا ما بحبك. لك انا بدي افهم انا شو عملت لك حتى ما بتحبيني؟ مو حماتي انا المفروض ما احب حماتي. والله ومين قال لك الكلام الفاضي؟ امي صوت الحنان اللي عنينا. يا طال عمرك انت وامك فعلا عيلة سبع نجوم. حماتك شو سمعلك لا تحكي على اهلي ها ولا رفيقها ولا اي فنسك. لا كرمال الله كسر له ابو الليل. ايوه فعلا في ناس ما بتتغير صحاطة. صحاطة تنام على زنابك. مو مسكلي لازم اراضيها وخليها تحبني. حبيبتي مروة تعي معي شوفي زوزة بتلك. زوزة بتيري تغليت انت كتير بتحبيها. يردي العريس. عريسو مو انت متدوزة يا ابني احمد؟ ايه كمان عريس يعني ما بيصير؟ لا طبعا ما بيصير. لكن سوزي بتيلي امشي معي يا فرزيكي بس ما راح اعطيك لي بالورده ها. بعرفك نصابه. انا نصابه؟ ايه هيك قال لي ابي. لا مرمسي انا مالي نصابه وما بدي منك شي. اذا هي معلش معلش يلا الحايني. على حماتي زدبي وعلى على قدي. يا سلام مين لبسك الروب؟ ايه قلتي علان حلو حلو وتعمي حلو. ايه حلو. يا ولي هاتي المصاصات والشوكولاتة. خدي حبيبتي كل هدول لي بس هدول يا
البيت يكون اكلت منهم. لا ما اكلت، انا جبتهم اليك. حبيبي اللي بحبك. عزات بتحبيني مروة؟ لا ما بحبك، انا بالزبي. بس الكذب حرام كنتي، الله بيحرقك بالنار. الله يحرقك يا حبيبي يا دبي. خالك اللي فرنسا غني كتير؟ ايه عنده كتير مصاصات وسكريتات. عنده كتير مصاري؟ ايه ده بتسألي ويهدي سعيد ما هيك؟ لا وليه؟ إذا أنا حرامية؟ لا انت نصابي هيك قال لي أبي. الله كل شوي بدك تسرعينا بابوكي؟ وليه؟ بدي أقول لأبي عم يسبي وبدي أخليه عفسك. لك انت ما حدا بياخد منك لا حق ولا باطل. لا لا حبيبتي خدي هاي حق وهي باطل. ابن عمي ما بدك تروح الصغر؟ والله يا حنون حاسس كل جسمي مكسر من هالكهرب للكهرب ده. اسمع لي يا ابن عمي لا تروح، خذي دازي كم يوم. ايه اخذت دازي من عمي بس بدون راتب. ولا يهمك عمري المصاري، المهم تكون انت مرتاح. الله يخلي لي اياك يا بنت عمي، فعلا اصيلي. حنان كيف حسون؟ لا مين حسون؟ ابننا اللي ببطنك. بوس ايدك ابن عمي. بس سيفه ما بيكبر. لا ميكبر بس سوي سوي. الله يتمم بالخير يا رب. امين يا رب. انتي منين بتعرفي كل هالناس؟ مساهير رئيس عصابه وغيره وغيره. بعرفهم كلهم كلهم رفادي وبحبهم. طيب بتعرفي نصيف زيتون؟ لا تقولي لي كمان بتعرفي. عرفتي نصيف زيتون كان خطيبي. شو هالحكي مروه؟ معه نصيف زيتون كان خطيبك؟ بس حمادك خطيبي، هاتي تليفونك احكي معه. خلي اتصلي فيه، عن جد هالمرة ماني مصدقة كلامي. هلا بسوبي ولا يرضي. ويا ابو نصيب وعليكم ورحمة الله وسلامته. هاي سوي. وين انت وانا رضيكي؟ وين انا يوه انتي هون. انا هون نصيفة خطيبة سابق. كيفك؟ الحمد لله وسعت لها كثير قد السغليطة. مع مين بتحكي؟ بتحكي مع نصيف زيتون؟ كمان بتعرف نصيف؟ هيك خطيبة. شو بتخبرونا؟ كيف الوضع عندكم؟ الوضع الصحي أهم شيء. أنا منيحة، زوجي منيح، ولدي منيحة، والحماتي مع كورونا بدها تموت. الله المهم قل لي، ليش ما عم تحكي معي؟ لو فسخنا خطبتنا، هاولي. أنا ضمنيا مشتاق كثير. نصيفه زوجي بغار علي كتير والله بيغربك. لا يا والله أخذ بصوت العالم بالعصبية. الله قليل كيف هتمضي وقتك بالحجر؟ والله أنا بين القراية ونتفليكس وستوديو عم خفيف كنت مؤخرا مثلك آخر شيء عم تغني بس ضمنيا انا من جوا مش كتير مبسوط وما راح يطلع معي كتير قصص خارج البصر. خلص غني لي حلوي. شو بدك غني لك؟ بوزي بابا لام كلثوم. ما بتزبط. طب غني هيا سي مرة شفتها مكتوبة من
نجوم السماء يا عيوني فيها دوني ما أحلى مرسما أحلى مرسما. نظيف والحلو أكيد انبسطت لما حكيت معي وهيك كثير انبسطت اني حكيت معي وي نظيفو. وعليكم ورحمة الله وسلامتو. باي باي. لك انا بدي افهم انت منين بتعرفي كل الناس؟ بعرفهم كلهم كلهم. لك مثلك دبي؟ والله ما ضل ناقص غير تقولي انك بتعرفي رئيس امريكا ترامب. بعرفه بعرفه. هادي تليفونك احكي معه. لا تعطي يا سي اكيد بتعرفه. بعرفه عبادي بعرفه. Bonsoir madame. بقول بونسوار لحضرتك مدام. أنا مدام؟ طبعا. بنتي مدام. عفوا والله ما قلتي غلط. بس عم سبني لك. والله العظيم ما سبيتك. يعني مدام زي حلو؟ ايه مدام زي حلو. زي حلو مع رزانة مدام. شو بدي أقولك؟ مدام أنا مندوب مبيعات. يعني حرامي ما هيك؟ ايه شو حرامي؟ انا ببيع طولات مكياجات واللازي منه. ايوه طيب انا بدي اشتري من اللازي منه. اعطيني اثنين. اثنين من سو مدام واللازي منه. وانت بياع؟ ايه بس بصراحه ما فهم شو بدك. هذه انتبهي ما تفهم. عفوا ليش الغلط؟ عم يسبني؟ تعالوا زي في رزانه عم يسبني. يا ترى على عرضك اختي انا سبيتك؟ طيب انت بتبيع شوكولاتة؟ شوكولاتة؟ لا والله ما عندي. اصبح اروح امام زري غير شوكولاتة. مدام لك انت حيواني. انا حيواني؟ لا حمادي حيواني. انا حيواني. معقول مروة بتعرف كل هالمسائل؟ ايه والله يا ابن عمي بس كيف وسلون ما بعرف. والله شي غريب. كمشكم يا ملعين شو عم تحكوا؟ مروة حبيبتي هاي بتدخلي علينا بالطريقة. لكن كيف اتغذرتي؟ بتدقي الباب وبعدين بتفوتي. ايه فهمت عليكي. ساطرة. شو عم تحكوا؟ مو هيك بتدق الباب وبتستني حتى نقلك فوتي. فهمت دوزي فهمت. يا عمى رح تكسر الباب. فوتي مروة. خلص فوتي. سوزي كيف انا مدبي عم بدق الباب. ساطرة برافو عليكي بس ما في داعي تدقي كل هيك. ماشي صرتي. شو كنت عم تحكوا؟ لازم ألاقي طريقة
بخلي مروة تبصم لي على هالورقة الفاضية، أنا بمليها كيف ما بدي عند المحامي. وصير كل ورقة هالمزنونة إلي لوحدي. اي والله هيك أفضل طريقة. حمدي معك سيجارة؟ سيجارة؟ ليش انت بتدخني؟ لا تدخين مضر وانا ما بدخن. لك ليش بدك سيجارة؟ بدي اسمع سيجارة. لك مو انت ما بتدخني؟ ايه تصبي انا ما بدخن بدي اشربه. حسبي الله ونعم الوكيل. لك انت بدك تزنيني؟ ايه حبيبتي حتى نوديك على مستشفى المسنين. يقطع عمرك سو غليظة، بس مجبورة اتحملك. حبيبتي انت متدوزة؟ كنت متدوزة بس دوزي مات الله يرحمه. الله يرحمه غليظ منك. ماروسة شو رأيك نلعب أنا وأنتي؟ إيه ده نلعب، أنا بضربك كف وأنتي بتبكي. لا شو هاللعبة؟ حلوة حلوة حبيبتي أنا بحبها. لا 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 عندي لعبة أحلى بكتير. شو هي اللعبة؟ لعبة الإصبع. شوف هالورقة الفاضية، هلا بدي أعمل لك سحر. ما بتعرفي يا دبي، ما بتعرفي. لا بعرف. هاتي اصبعتك لقلك. شفت السحر؟ اصبعتك صارت في الورقة. حبيبتي انت متدوزة؟ كنت متدوزة بس دوزي مات الله يرحمه. الله يرحمه غليظ منك. ماروسي شو رأيك نلعب أنا وأنتي؟ إيه ده نلعب، أنا بضربك كف وأنتي بتبكي. لا شو هاللعبة؟ حلوة حلوة حبيبتي أنا بحبها. لا 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 عندي لعبة أحلى بكتير. شو هي اللعبة؟ لعبة الإصبع. شوف هالورقة الفاضية، هلا بدي أعمل لك سحر. ما بتعرفي يا دبي، ما بتعرفي. لا بعرف. هاتي اصبعتك لقلك. شفت السحر؟ اصبعتك صارت في الورقة. والله يسامحك يا حمادي اللي عملتيه معي، هلا بتعمليه مع هالمسكين يا مروة. بس لا ما راح اخليك تنفذي خطتك. حلو حلو هاللعبة حمادي، تعني لعب غير لعبة. لا بس شو حمادي، شو بالعصفور؟ وين العصفور؟ ما في شيء، انا عصفور. طير طير حمادي، راح العب مع زرتي. مين؟ انا صرتي سبت عديس انا مدبي دقيت الباب. رفع عليكي، تعالي عدي بدي اياك بشغلي.
بدك تضرب يا حماتنا ما هيك؟ لا مروة، شو كانت حماتي عبتلك؟ كنا نلعب لعبة الأصبع. لا زرتي، حماتنا خلتك تبصني على ورقة فاضية. ايه بعرف عملت سحر وخلت أصبعتي تطلع بالورقة. حبيبتي هذا مو سحر، حماتنا بدها تاخد كل ورقتك. بس أنا ما بحبها وما بدي أعطيها شي. هي بصمتك حتى تاخد كل شي غصب عنك. أنا أخذت الورقة زرتي حتى أفرجيكي كيف لعبنا أنا وحماتنا. كيف أخذتي من الورقة؟ قلت لها يا حماتنا دعي نلعب لعبة العصفور. حماتي شوف العصفور. وين العصفور؟ والله برافو عليك يا زرتي، مالك قليلي. زرتي زرتي تعالي نلعب لعبة الأصبع وأنا باخذ لك ورتك. بس أنا ما عندي ورتي يا حصرتي. طيب طيب ما عندك سكريطة؟ عندي. يا سلام، أنا بحب هالسكريطة بس ما بحب حماتنا. والله معك حق. أنا ما بدي أطعميك يا زرتي، في عليكي. وين الورقة؟ اختفيت؟ لوزي انت ليش ما بتحبني؟ انا ما بدي اجيب طرة لمرتي لاني بحبها. إيه بس انت تزوجتني ولازم تحبني. لا امي بدها هيك، وانا تزوجتك حتى ما تغضب علي. انت ما بتحبني لانه سلبي ومزنوني ما هيك؟ طب انا شو ذنبي اذا رب العالمين خلقني هيك؟ بس انا ما بحب اكون مثل باقي الناس، بس انا ما عندي احساس او شعور، بفهم كل شيء وبعرف كل شيء بس ما بطلع بايدي على ماسي. الله خلاني وانا رضياني، رضياني بسمتي المصيبي، بس الناس ما بيعجبها شي حتى خلقت الله بعيبوا عليها. خلاص مروة ولا تبكي، اليوم رايح شارك بسهر حنان. عزيز يعني تقلي مرت عمي؟ مرت عمي؟ قصدك بنت عمي؟ ايه ايه هي يعني بتقلي يا بنت عمي؟ ايه بقولك بنت عمي. يا الله شو بحبك يا زوجي. مرت عمي انا ما برضى بهيك شي، انا بعمل هيك كرمالك انت وزوجك حتى تحسنوا وضعكم، بس هيك حرام، رب العالمين ما بيرضى نعمل هيك. الله لا تعملي لحالك طيبة وما في منك، دوزك وضع المادي تعبان والمفروض توقفي معه على الحلوة والمرة. أكيد بوقف معه بس مو بالحرام. وين قلك بالحرام؟ مروة كمان مرته ولو حق عليها. إذا هي عطيتها لحالها ونعمل خطط حتى نسلحها الورتي؟ ولك أنت طول عمرك عنيدة وعقلك مثل الحيط. بس بالحق مرت عمي بالحق. بالحق؟ بسيطة هيك أنت، أنا بعرف كيف أتصرف ولحالي. انتي حرة حماتي بس ما تدخليني بهيك امور ابدا. ابي بدي لاماسي السحرية كانت على المرحوم زدي. ليش بنتي؟ شو لازم تكلق ماشي السحرية هلا؟ هذي بدي ابي انت بعت لي اياها بدي اسلمها حماتي. هي حمالك تستاهل والله، سبحان الله ما طقتها ما حبيتها. بدي أسوي إذا بتحبني بدي أحبه. ولك والله حماتك ما بتحب غير حالة. خالة؟ إذا خال؟ بنتي قلت حالة مو خالة. إيه إيه فهمت عليك، بس هي عندها خوال وعمام. مروة لا توجعي لي راسي، بعد شوي ببعت لك القماش السحرية مع بن جيراننا بكار بكري. ماشي يا أبي، وعليكم رحمة الله وسلاماته. الله معك بنتي، سلمي على جوزك بس حماتك لا تسلمي عليها. وبطيئة. الله معك.
مرتي سارة هيك نربط حبيتنا ونخطفه. ايه لا مروة شو نخطفه؟ ليش نحن عصابي؟ ايه انا عصابي. لا حبيبتي انت حبابة ما بتعملي سيما منيح. لا لا بعمل انا عصابي. لك انت منين بتجيبي هالكلام؟ بحكي وسبحكي. لا هيك غلط، مفروض نفكر قبل ما نحكي. طيب الواحد بشو بفكر؟ بعقله. ايه انا ما جاهز. لا مروس انت عندك عقل مثلنا كلنا. ايه بس كل الناس بيقولولي زدبي وما عندك عقل. لا ترد على كلام الناس. يعني انا عندي عقل مثلك ضرتي؟ ايه طبعا بقدر افكر مثل كل الناس اكيد. شو صار لك؟ ليش عم تعملي هيك؟ عم بفكر ضرتي. الله هيك التفكير؟ هيك التفكير. خليك ضرتي انا بفتح. مرحبا مروس، هاي بعتلك اياها ابوكي. يا الله ابوك مش انا بسبك؟ ايه قلت لي ابوكي. ابوكي بعت لك هالمسج، يعني شو بدي اقول لك؟ يعني ما عم تسبني؟ لا ما عم بسبك. اصبح هات لها مسج ونقلها ولاك. ما والله مروة مسكينة، زلمناها ممكن تتعلم كل شيء. ايه والصور تجيب لك ولد ويطلع جدبة مثله. يا سلام على فضيحتنا بين الناس. كل شيء بيجي من رب العالمين يا محلى. لا تنسي انه مروة اختيارك انتي. انا ما اخترتها لزمالها وتعليمها وادبها، انا دوستها كامسة الورد اللي ازتها. حزي انا ما خالفت لك رأي ابدا، بس هالمرة راح اخالفك. احمد بغضب عليك. ها انا راح اخالفك بالحق، والله دخيل اسمه ما بيرضى الظلم. وانت بدك تظلمي انسان مسكين وبتاخدي ماله، وانا مستحيل اكون شريكك واغضب رب العالمين مني. شو هالكلام مروة؟ قول هالقماسة تخليكي تختفي؟ ايه بختفي، هاي زد اشتراها من زيم الهندي. مين زيم الهندي؟ زيمي ازا عرفتي ضرتي؟ عرفتي؟ ايه ذكرته اللي مثل بفيلم رئيس الديسكو، ما هيك؟ ايه هو. وجدك شو عرفوا بهالممثل المشهور؟ جدي بيعرفون كلهم وبحبون. ايوه يعني مثلك. طيب فرجيني كيف هالقماسة رح تخليكي تختفي. يلا شوفي يا دبي. شو هاد؟ لك اختفيتي عن جد؟ يفضح راسك يا ضرتي، ليش انا بمزح؟ يا سلام يا مروز، فعلا سي عزيب. ايه فعلا سي عزين. عزيب ضرتي مو عزين. انا رايح امزح مع حماتنا. وكيف رح تمزحي معه؟ بقلع العينه بدون ما تشوفني. لا ضرتي لا، هذا مو مزح. شو طلعي عينه؟ طيب بوصلها انفه بالمقص. لك قلت لك هذا مو مزح، هذا كسح. هي بتستاهل، ما بحبه. طيب امزحي معه بس على خفيف ماشي؟ ماشي ضرتي. والله مروة طلعت من خرجك يا حماتي. الله كلكم صرتوا ضدي؟ ايه شو علي؟ بس اخذت الورد من مروة، ما رح اعطيكم منها ولا ليرة. وخلي قلبكم الحنون ينفعكم. you
ابني اليوم بدك تلاقي لنا غير هالبيت، بيتنا مسكون بالزن. هي لا بتزونا ولا نزيكن. امي شو هالكلام؟ صلنا خير الله بهالبيت وما شفنا شي. هبا اقول لك شفت بعيني، ما حدا قال لي. طيب شو شفتي احكي لنا؟ شفت عصاية بتطير لحالها بالهواء، وبعدين شفت وحش كبير قد البيت وعيونه حمر. لا ما يا حماتي، شو بتحبي الكذب؟ حزي والله حاسس حالي عم بتابع قصة خيالية. انت بس شاطر بالفزلكي، عم بقول لك شفتها بعيوني، يعني انا بكذب؟ محشومة حماتي، انت ما بتطيقي الكذبة بنوب. ولي شو بك امي؟ شو صار لك؟ عم يوجعك شي؟ والله أنا بحزتك يا مروس. وأنا كمان بحزتك يا حنون. اليوم تحزيني؟ ليش؟ مو بعرف، بس بحزتك. ما بتعرفي على شو عم تحزديني؟ لا ما بعرف. وانتي ليش بتحزديني يا دبي؟ بحزتك لانه بتعملي كل شي بدك اياه مع حماتنا، وانت عملي مثلي طرتي وضربية لحماتنا. يا ريت انا مثلك، كنت فسيت كل قهري فيها. طيب انتي كمان صغير مروة. كيف؟ عملي هيك مثلي. ايه والله جبتيها يا مروس. شو جبتو لك؟ انا ما جبتي. قومي معي، جتني فكرة رهيبة، وانا كمان بدي افكر فكرة رهينة. شو صار لك درتي؟ عم بفكر فكرة رهينة. دي قومي حاويني. لا ما كلهم زلبان، كلهم. الله يحميني من الزل والسياطين، الله يحميني من الزل والسياطين. لا تزنوا ولا نزيكن، لا تزنوا ولا نزيكن. معقولة بيصير هيك بالبيت من خطيت مروة؟ لا ما بظن. ليش مين هي؟ لازم اخذ الورده منها بسرعه واشتري بيت غير هالبيت المسكون. اي والله. ورتي ليش لبستي مثل الفستاني؟ الله يا حالك. عم تحسي على فستاني يا دبي؟ لا هلا ارسم في صورة حامل. شو بك؟ عم بشوف شو عم تعملي ضرتي. شو فيك صرت؟ يفضح رجلك يا ضرتي على الموديل. بس ما زفتك هيك؟ لا صرت بس عم تشبهي امي. لا مروس، انا صرت بس هيك. شو فيك منيح؟ لا دبي انا احلى منك. اكيد انت احلى، بس شو فيك صرت بس هيك ولا لا؟ ايه بس انا شعري لونه احمر وانت ازرق. ليش؟
زرتي انت شعرك اسود وانا ازرق، من وين جبتي لي ازرق واحمر؟ ايه كلها الوان يا شكيكي. باي شعر. ايه ذكرت عندي باروكة سودة. ايه ذكرت عندي بارودة سودة. يا زني من بيتي اطلع، 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 يا زني من بيتي اطلع. يخرب بيتك. يا زني من بيتي اطلع، 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 يا زني من بيتي اطلع. كيف هيك مروش؟ صرت بس هيك بالضبط. لا وليه؟ أنا أحلى منك. أكيد صرتي أنت أحلى بكتير. يعني هلا أنت صرتي مروة؟ إيه؟ إيه صرت مروة. لكن مين أنا؟ لك لا تبكي، أنت مروة شو بك؟ لكن مين أنت؟ أنا حنان، شو صار لك مروش؟ أنت حنان صرتي؟ طيب ليش عملتي شكلك حلو مثلي؟ لا اله الا الله، لك مو اتفقنا نضربك كفوف لحماتنا؟ شو نسيتي؟ ايه تذكرت، انا بحب اضربك كف لحماتنا. بس مهروس انتبهي، لا تناديني حنان بالمرة، انا مروة وانتي مروة. لا وليه؟ بس انا مروة. حبيبتي بس بدنا نقول هيك قدام حماتنا. ايه فهمت عليكي، ومن إلا حنان انطلقت. لا تفولي علي، خلاص ما بنقول شي عني. ماشي يلا قومي وضربنا حماتنا. ماشي، بس مثل ما نبهتك ها الحقيني. ايه بدنا نعفسها لحماتنا. حماتي انت معك كورونا؟ لا مين قال لك هالكلام؟ أنا قلت لي. مين قال لك ما فهمت؟ أنا قلت لي. ما بتفهمي؟ أنت قلتي لحالك؟ إيه أنا كنت عادي وقلت لحالي حماتي معها كورونا صدقتني. وجيتي تسأليني أنا صدقتي حالك ما هيك؟ إيه لأني أنا ما بكذب لك تصمي. مين مروة ومين زني؟ أنا مروة. أنا مروة. ليه أنا مروة؟ ليه أنا مروة؟ يعني أنا زني؟ ما بدي زني، ما بحبه. أنا زني، جيت أنتهي لمروة. استاذني والله انا بحبها مروة، حتى اسألها. كذابة، قالي ابي ما بحب غير خالة. والله ما عندي اخوان. خرسي ولا كلمة.
افضح نفسك يا حماتي شو بتخافي. اسمعي مني منيح. اذا بتزعجي كنتك مروة او كنتك حنان بدي اخذك معي لتحت. لانك كرمال الله شو تاخذيني لتحت؟ خلص ما بقى سلام كل حياتي. لو ولعت لك عينيك ما صرت تزعلي، فهمتي ولي؟ بدك تسمعي كلامهم، اذا ما سمعتي كلامي يعويلك مني. زني زني تسمحلي اضربك كف لحماتي؟ اي بسمح لك. زني زني ما اضرب حماتي كمان مرة، بحب هاي اللعبة. هالمرة دوري أنا. زعلت شي؟ لا ما زعلت. ليش ازعل؟ زني زني راح حسيت زعلاني. لا والله العظيم ماني زعلاني. مساء الخير. شي حلو عزنا وشفنا والله كني عم تضرب حماتها. يخرب بيتها ان شاء الله، كنت رح انسل من رابطي. افتكرتن زن وافتكرت بيتنا مسكون وطلعت هالمغضوبة مرتك. فهمنا مروة زدبة وبنص عقل. ومرتك شو حستها؟ امي خلص لا تعصبي، والله رح اشوفها وحاسبة. رح تحاسبها؟ كيف؟ رح تقلها انا زعلت منك ولا شو؟ رح احاسبها بطريقتي حزي. لا تحاسبها ولا سي، خلص طلقة وريح راسك. لو انت صغير لك سي كنت بدي افرح على زمالي الخانو. بس الشغلة ما بتستاهل طلاق يا امي. مرتك ضربت امك ما بتقول ما بتستاهل؟ لك شو بيستاهل اه؟ تقتلني مثلا؟ باي صار عنك حزي، انت تركي الموضوع علي وانا راح احله. ايه لا شوف. دندون ما راح تعمل شي. حرام تكون طالع لابوك رجال، حرام. مرزي هزا يعني انو ما عندك صغيطة؟ اكيد قصة وضحك. في واحد رجال متدوس وواحدة حلوة اسمها مروة، يعني انا. كمان كان متدوس واحدة تانية كتير بسعة اسمها حنين، يعني انتي. وبعدين الرجال بطريقة مرضى حنين وبيقول له اجي طارق طارق طارق. والله هي قصة بتضحك. ايه بضحك، ما شايفة انا كيف عم بضحك؟ مروة روحي على الغرفة التانية بدي احكي مع حنان. ما بدي اسمع شو بدك تقول. قلتلك روحي على الغرفة التانية. اولك مرة تعملي لك بحبك يا دحس.
اسمعي يا بنت الحلال احمد، قبل ما تحكي اي شيء بعرف انه انا مخطئة، ما كان لازم اعمل هيك مع حماتي، بس والله انا كنت عم بمزح. عم تمزحي؟ لك عم تضربي امي وعم تمزحي؟ ايه مزح، يعني ليش لا تحاسبني؟ بسألي مروه كمان ضربتها. لك انت مثل مروه؟ اساس انت راغزة وبتفهمي تعملي هيك؟ معناها ما في عتب على مروه. يا الله رزقك يا دوزي، صرت بحبك. خلص احمد انا اسفة، سامحني. ما راح اقدر اسامحك وانت عملتي هيك بامي. لك انت ما عندك عقل؟ يا دوزي ما عندي عقل. صيف ليش هتبكي؟ كي ذكرت مرحومة أمي؟ والله يعني أنا ليش بدي أتذكر مرحومة أمك وأبكي؟ ليش؟ أول شي لأنها أمي، يعني أمها لشريكة حياتك، وتاني شي لأنه حماتك، وتالت شي لأنه أحبك فيها على غنية هيفاء رهبي. كتير حزينة. يخرب ديارك يا مصطفى، عم تتفرج على هيفاء رهبي؟ ليش ما عندك مرة خيو؟ ولك يخرب ديارك انت، لك وين المرة؟ لك في وحدة بتحط خمار ببيتها؟ مشان كورونا ابو سطيف، بخاف تعديني ابوي. لك ليش انا معي كورونا يا طشمة؟ ما بعرف، بس الاحتياط واجب، انا بخاف على حالي، ايه لك؟ هلا تركيني من هاللعب الفاضي، رحتي عند بنتك مروه ولا لسه ما رحتي؟ لا والله يا ابو سطيف لسه ما رحت. روحي ابو سطيف روحي، طمني على البنت. انا حميتها ما ارتحت لها بالمره. والله وانا كمان ما ارتحت لها، حسيتها رجاليه. كيف يعني رجاليه؟ هلا مثلا يعني الرجال عيونه زايغه شو سموه؟ نسونجي. والمره عيونها زايغه شو يسموها؟ شو؟ رجاليه. الا ذكيه العين ما تصيبك، ولك يبلاكي بحكه وحرقه وجعت راس. ايه رجاليه قلتي لي. ولك يخرب ديارك يا ابو سطيف، قديش لسانك فالت. هاي روزنا بدها تطلع نظرتي؟ ما بعرف ما عندي. طيب اللي لا يطلقك وهي ما تدوزه. لك انت من دوزتي يا زكيلي. هاي زد؟ ايه هاي زد. بس ما بلي يا مرد عمي. مروه هاي فيني بحالي والله رايح عطاء. طيب شو رايك اخلي دوزنا يصالحك ويطيعك؟ كيف بده يصالحني وهو كتير زعلان مني؟ رفيدي من الخير نخليه انا شو ما بدك شو ما بدك. طيب كيف؟ هلا بشوفي، هات تليفونك. وليش بدك تليفوني؟ لك هات تليفونك دبي. الو، وعليكم ورحمة الله وسلامته. وعليكم السلام، اهلين بمروه بنت الكرام. اهلين بدي بالخير. لا تقليلي شو طلبك، انا بعرف لحالي مطلبك. شفتي ضرتي؟ عرفت لحالي. شو عرفت؟ شو عرفني؟ هيك قالت لي. انت بدك محبة وطاعة لحدا قاعد جنبك، وصلتي عندي نهاية دربك.
تجيدي بيه عمي لحالك. ايه والله كيف عرفت؟ هكلم الخير تعرف كل شي كرسي، يمكن حاطة كاميرات بكل مكان. بالخير ريتي متخانة وعجوزنا وتنادوزنا حبنا وطيعنا. بس طلبك صعب وغالي وبده كتير مصاري. المهم إذاك لي بدفع، بس المهم بدي نتيجة. هادي هاي بصري أدفع لها. يلا كيف بدك تدفع لها؟ الله بساسي يعني؟ ايه هادي حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف عادي؟ خرزي الله. جهزوا فلوسكن وحضروا عروسكن، الحبيب رح يدق الباب وتسمعوا منه أحلى الجواب. بعت لي جواب جواب وطمني. بايبا بايبا هاي غنية صباح فرخي. لك ما هيك قصدة مروى؟ لا هيك قصدة انتي ما بتعرفي. رح حاكيكم بعد ساعة والحبيب رح يكون تحت الطاعة. يعني ليش ما بلامة بيع بيعس أو خرامة؟ شو هاد مروز صرت تحكي مثل على القافية. يعطيني العافية. قولي لي اسمه واسم أمه لحتى سكر لك لسانه وربط لك تمه. أنا بعرف اسمه جوزي واسم أمه حميدي. هك لا تسمي اسمه أحمد واسم أمه عيوس. جوزي اسمه أحمد؟ إيه والله شو عارف له حميدنا اسمه فتوس. اسمه عيوس اسمه واحد واحد بيشبه. أختي اسمه أحمد واسم أمه عيوس. رح يكون تحت أمرك وبكلامه الحلو رح يزيل همك. الله يسمع منك يا رب. يلا بيتي من خير نحكي معك بعد ساعة. وعليكم رحمة الله وسلامته. الله معكم وملائكة السماء تحرسكم. مروة انت واثقة من صغر أم الخير؟ ايه موسى فيها قد ما بوسى بحميدنا. يا سلام عليكي أصبح الصغر كله على الفاضي. لا لا الله بشوفي هاي ما خير وهاي الله. إيه إن شاء الله. إيه إن شاء الله. وينك يا بشير؟ عمرين يا معلمتي. روح وصلنا على عشا جاهز جتنا الرزقة. يا سلام عليك يا معلمة. هاي المعلمة ده روح بلا فزلكة. لازم ألاقي طريقة أخلي مروة تكره حنان وتحبني إلي. إذا ضلوا رفقة ما رح أقدر أحصل من هاي الزد بأي شيء، بس إذا قربوا بعض بقدر بكل سهولة أخلي مروة تتنازل لي على الوردة. بس شو الطريقة؟ شو؟ يا اهلا وسهلا بكار. السلام شرفت فيك وجمع كريمي. اهلا وسهلا فيك. تفضل يا اهلا وسهلا. والله ما لي نفس اكل او اعمل اي شيء. ما بهون علي ازعل حنان، بس هي غلطت لازم تتحمل نتيجة غلطة. اي لازم. وعليكم ورحمة الله وسلامته. سألت لكم من خير صحيح زمان ما حكيت معك. لك من ساعة كنت عم تحكي معه. والله نسيت أمرتي يا عمارة. ضربت الودع وكشفت وبعيني أمور عجيبة شفت. شفتيني اليوم من خير؟ مروة خلي مخلوقة تحكي. شو بك؟ خلاصي انتي هاي البيدي مور بيدك. ببيتكن في وحدة عقربة لسانها طويل ومو مؤدبة. ايه حبيتني. والحبيب يا عيني عليه محترم وأطيب من كل اللي حواليه.
اي والله هذا دوزنا احمد. ليش دوزنا اسمه احمد؟ لك مو قلت لك من شوي؟ ايه صح والله زيد يا ضدي يا دبي. الوصفة رح ابعتها على الواتساب وبدي بشارة عن قريب رح يصير اب. كيف عرفت انه انا حامل؟ ضدي قلت لك اي من خير مو حي الله. اي والله هلا صدقتك. ليش كنتي ما تصدقيني يا حيواني؟ الله خلينا نسمع كلام أم الخير مروة. 5000 رح تبعتوها حسابي لأني تعبت بشغلكم وطقت جنابي. تكرم عينك أم الخير هلا فورا بحول لك. انتي نفسي المطلوب ورح تسلبي عقله للمحبوب. يفضح ليشك يا أم الخير قديس كلامك حلو. عم استنى التحويلة بسرعة ولا تطولوا كتير. تكرم عينك أم الخير وهلا الله معكم ومع السلامة. عندي خلوة مع تكسير قضامي. الله معك وعليكم رحمة الله وسلامته. هاتي هاتي أرس وبعتيت على الواتس. يا يا غردي أنا بارا. يلا بسرعة. كاتبي تي صوت أنا ما بعرف أقرأ خير تي ما علمتني غيره. لي هاتي هاتي. لا ما شو غبية يا غرتي. صح أنا الغبية. يا غبية يا غبية يا غبية يا غبية. نزلنا بخور وكتير سغلات. أنا عندي كتير سغلات. شو عندك؟ عندي كتير سغلات مروة. هلا بلا ما تخفي في دم خلينا نشوف شو لازمنا. ليش هيك عم تعملي؟ بطل دمي ضدي. حقوني حرامي. لحقوني حرامي. لك قلت لك انا ماني حرامي. لك يخرب بيتك دخلت على بيتنا ماك مسدس ومالك حرامي. اي ماني حرامي. فوتوا اقعدوا يلا. مروة إذا الزغوخ. شو عم تعملي هون؟ انت زي عم تعمل هون هون بيتنا. بيتكم؟ ايه على بيت دوزي محمد. اسمه احمد مروة احمد. ايه بيت دوزنا احمد. كمان بتعرف حراميكي؟ يخرب بيتك. شوار كم مرة قلت لك انا مو حرامي؟ ولي حماتي هذا مو حرامي هذا إذن الزخوخ. خلص مروة بلا فضايح. هلا فهمينا مين هاد وكيف فات على بيتنا. هذا إذن الزخوخ من زيروننا. خلص مروة لسه إذن الشخاخ إذن الشخاخ. كنت صغير. إيه كان صغير بس الله صار هاد الدحس. فهمنا مالك حرامي بس ليش فتت على بيتنا بهالطريقة؟ خالتك انا ممثل والمخرج طلب مني انه يكون المشهد حقيقي. عنزين انت ممثل؟ ايه اختي ممثل. لا هذا اذن السخاخ. هي علينا. شو بك مروة فضحتيني؟ طيب شيل هالمسدس من ايدك لسه كل شوية بتحطه بوسي. اسف خالتي لا تاخذيني هاي حطينا المسدس. عادي من زيراننا. حماتي روحي يملي لنا قهوة. روحي انتي انا اللي عم بكون القهوة. الله يرضيك يا حماتي شو كسليني. انا راح اعمل قهوة مروة. روحي يا ضرتي الله يرضيك. شو؟ يرضيك عزني ضرتي عزني. هي
انت امتى تجوزتي مروة؟ يعني من سنين سنين لك سهرين عملتي له 20 سنة؟ دوزني الممثل تايم حسن الهيبة. تايم حسن جوزك إلي؟ كذابة، دوزت ابني أحمد وهو أحلى من تايم حسن. حماتي بضربك كفها، أنا ما بكذب. هلا المهم اتجوزت مش الحال، إن شاء الله ألف ألف مبروك. وعليكم ورحمة الله وسلامته. تعرفتنا أستاذ يزن، بس هلا بيزي ابني وابني كتير عصبي. كذابي دوزي مو عصبي. بس دوزك ما يرضى يفوت لأنه رزان غريب، نحن كنا حريمات. طيب أنا آسف وبستأذن لأني فتت عبيتكم بهاي الطريقة. خلاصي لي حماتي، يزن سخاء مو غريب، هذا بنزي روني. كرمال الله انسى الاسم، هلا اسمي الفني يزن الأسطورة. يعني كيف يزن المطمورة؟ الأسطورة مروة، الأسطورة مو المطمورة. يلا تيسر ابني، يلا معك، مع السلامة. لا خلاص وعود. ايش طفلي، هلا بيزيدوتك وانا نبهتك. دي خلاصي هذا وزيرانة. يا زين تذكر لما امك ضربتك لما سخيت تحتك بالبيزمة الجديدة؟ هذا وزيرانة. يا مسوها المروة، تعرف كل الناس هيك وهي بنص عقل، بقى إذا كانت بعقل كامل شو بتعمل؟ بسيطة يا مروة، هبتغلط علي قدام ناس غرابة؟ أنا بفرجيكي شو رح أعمل فيكي. صدقيني رح أخذ منك كرسي وارميكي ببيت أهلك، وكمان أخلي ابني طلقك حتى أعلمك كيف تحترميني وتقدريني. مروة خليني رح قبل ما يجي جوزك، والله مو حلوة. أنا مو حلوة يا إذن سخخ؟ ما هيك قصدي، قصدي إنه ما حلوة أنا قاعد في بيت ما فيه رجال. أنا رجال. حسبنا الله ونعم الوكيل، لك أنت ما بتتغيري؟ هلا قال لي كيف صرت ممثل؟ درست التمثيل وصرت ممثل. وأنا كمان درست، علامات نظرتي تاء. أنا درست التمثيل مو تاء. وانا كمان بدي اصير ممثلة. ماشي رح احكي لك مع المخرج. مين المخرج؟ اسمه وسيم جانب. بعرفه ابو حمزي. شو عرفك فيه؟ بعرفهم كلهم وبحبهم. عارف في بيتي؟ أستاذ يزن الأسطورة عنا لك يا ميت السلامة. أهلا أخي. لك أهلا بك يا نزم، كيفك أنت ببيتنا؟ والله كنت عم مثل المشهد وبالصدفة دخلت على بيتكم، سامحني. لا عادي ولا يهمك، لكن تصرفتنا والله. الله يسلمك أخي. هذا إذن الزغاخ من زيجاننا. عيب يا مرة. لا عادي أخي، أنا ومروة تربينا سوا.
لولو كذاب ما بعرفه كان بيعاكسني. شو؟ لا لا اخي مو صحيح، اهل مروه جيراننا من زمان، لكن كيف عرفت اللي بقي يزن الشخاخ؟ اي والله صح مروه، وما عملنا قهوه يلا. ما بدي ما بدي، قوم انت مروه، قوم عملنا قهوه بسرعه. امرك من دمي. استاذ يزن انا بحب التمثيل كثير، بتقدر تساعدني؟ مو من شكلة تكرم عينك، رح احكي لك مع المخرج. انا روسي والله. شو هالسرعة فورا حضرتي قهوة؟ لا دوزي ما انا عملتها، ضلت عملتها. تفضل يا زلمة الاسطورة. بس سبت الفنازين مو نضف، حطيت لهم دواء غسيل مشان ينضفوا. الله يوفقك يا مروه، دواء غسيل بالقهوه. يا زين سخخ. هذا من زيراننا يا زين السخاخ. ليه سايب امي؟ يعني صور الناس يقولوا لي ابنك ممثل، يا عيني. شو يعني عادي؟ لك كيف عادي؟ لك والله الناس بيفضحونا. مرت عمي ما حدا دخلوا فينا، نحن حرين. دي انت اسكتي، لك اذا سهر رح تدوس فوقك يا زلمه. صحيح يا احمد؟ لا اكيد لا، شو تدوس؟ تنتوي حمادي، انت خلاصي مالك علاقة. مروه عايز تحكي هيك مع امي؟ وانت كمان يا خروس بدك تنسير حتى تحكي مع بنات مالك؟ اخ بتستاهل. طيب مرت عمي خليه يمثل فيلم واحد بس، ولا مشهد واحد. حزين ليش بدك توقفي بطريق سهرتي؟ سهرتك على اساس بدك تنسير يا عين امك؟ ايه راح انسهر وبكره بشوفي. احذر يا كولا الصورة معك، تخلك حياتك عاملك إذا هعلك براسك حبيب. عم تفكر بالنسوان معيك؟ لا ما بفكر بالنسوان. أصبح بفكر فيني نافيو دوزي. شو يعني؟ هاي بلوها بالأفلام نافيو. قصدك لاف يو؟ ايه هاي لاف يو. شو قلتي امي؟ بخليك تمثل بس على صرت. شو صرت؟ وانا كمان بدي امثل، ما حدا احسن من حدا. البطل بيقول للبطلة بحبك من كل قلبي. صدقيني بحبك من كل قلبي. وانا كمان بحبك دوزي. لا انت ما بتقولي هيك ترتي. لا لا هيك هيك انا بعرف. لك مكتوب بالنص وبتقليله بس انا بكرهك. رازي وليه؟ انا بحبه يا دوزي محمد. اسمي احمد. احمد. ايه ايه انا بحبه يا دوزي احمد.
لك حبيبتي هلا نحن عم نمثل، يعني مو حقيقي. يعني بس انت بتحملي بالتمثيل يا حبيبي يا دحس. اذا ما بدك تمثلي منيح قومي لجوا. لولو خلص بمثل منيح. يلا يا احمد عيد من الاول. صديني بحبك من كل قلبي. وانت بتقولي له بس انا بكرهك. يا دبي بس انا بحبه هدوزي. لك يخرب ديارك اذا بتفهمي. خلص بدي امثل. يلا خلصينا. بس انا بكرهك. لك ليش ضربتيني كف؟ ايوه انا بكرهك. لازم اضربك. ضربتيه بس بتقولي له هيك ما بتضربي. ايوه هلا فهمت. يلا ارجع وعدوا من الاول. صدقيني انا بحبك من كل قلبي. بس انا بكرهك وما بضربك كف. لك بس قولي له بكرهك ما تقولي له ما بضربك كف. لك حيرتني. قاله ولا ما قاله؟ اضربه ولا ما اضربه؟ يخرب ديارك اذا بتعرفي تبدلي. انا ولا انت؟ لا انا بعرف بمثل. سألي جوزي محمد. وهيك جوزي بعرف؟ خلصينه بقى تعرفي. سيبتي انه بدبي بعرف. احمد الله انت بتقله. طيب ليش بتكرهيني؟ طيب ليش بتكرهيني؟ لا جوزي انا بحبك بس بكره امك يفضح ريستك. لك درتي انت بتقولي له لاني بحب واحد تاني. يخرب ديارك يا درتي. هلا دوزنا بيقتلنا. لك تمثيل شو بك؟ تمثيل. والله فكرت عن زد. انا بدي امثل معك ابني. لا روحي انتي ما بتعرفي. مروه خلي امي تمثل معي وانتي بالمثل التاني ماشي؟ لا لا ما بدي بحب امثل معك. طيب بس نشوف امي هتعرف تمثل ولا لا. ماشي دوزي. بحبك يا حمار. حس بن الله ونعم الوكيل. مرت عمي هلا احمد بيقول لك انا بحبك من كل قلبي وانت بتقولي له بس انا بكرهك. تعي عميني. هيك مكتوب بالنص حماتي. انت لا تقولي شي انا حالي بابدع. دبي ما بتعرف تمثل. خرجوا ليه هلا بشوفوا. صدقيني انا بحبك من كل قلبي بس انا بكرهك وما بطيئك. حماتي لا تزيدي من عندك ما مكتوبك. انت شو فهمت؟ هذا اسمه ابداع. ابداع يا دبي ما بتعرفي تمثلي ما بتعرفي. انا اساس تمثيلك احسن ما هيك. ايه انا تمثيله حلو مثل سوزان نجم الدين. لعني انت طريق انسبي حالك يا سوزان نجم الدين. ايه انت مالك علاقة سوزان رفيقتي وانا بحبه. يخرسي انت خرجوا ليه؟ حماتي انت بتقولي حنان دورت ميتت. حنان أحداث شيقة في الحلقة القادمة من مسلسل الحماية والكنة. انتظرونا.